أخبارك؟ إذا نبتدي حوارنا عن شخصية الشيخ منصور بن ناصر الفارسي القاضي والعلامة والفقيه، عن هذه الشخصية العظيمة. الشيخ ناصر، حدثنا عن تنشئة الشيخ منصور هنا في فنجة. الوالد رحمه الله ولد في سنة 1313 للهجرة. نعم. وتربى في حجر والده الشيخ ناصر بن محمد بن سيف الفارسي. كان والده أحد مشايخ وادي سماعيل، المشايخ المطموخين في عمان، وزعيم في قبيلته في فنجة. وتربى الوالد في حجر والده على مكارم الأخلاق وعلى الاستقامة والعلم والتنشئة، كما هو التعليم الإسلامي. نعم. وأخذ مبادئ العلوم قبل علوم القرآن على يد جدي، وعلوم الأخير على يد جدي الشيخ محمد بن سيف. والشيخ محمد بن سيف هذا كان أيضا رجل فقيه وعالم، كان واليا وقاضيا على ولاية بتبت. ما شاء الله. الإمام عزام بن قيس رحمه الله. إذا الشيخ منصور من عائلة علماء وفقهاء وقضاة، كما هو داب حال العلماء في عمان، هكذا الشيخ سعود؟ نعم نعم نعم. أيضا يعني في بداية تعليم الشيخ منصور، في بداية تعليمه، في بداية طلبه للعلم، يعني وجد في بلده عالم كبير. نعم. اسمه الشيخ سالم بن فريش الشامسي. الشامسي. نعم. فأخذ الشيخ منصور مبادئ علوم اللغة العربية. نعم. من الشيخ سالم بن فريش. نعم نعم. في تلك الفترة. نعم. وتوفر هذا الجو. نعم. هذه البيئة التي ساعدت الشيخ منصور حتى يتوجه هذا التوجه. نعم. لكن هل كان يعني الشيخ منصور من أسرة غنية، يعني أهلته يكون متعلما فقط ليس طالبا للرزق كحال العماني في ذلك الوقت؟ يعني هل سعى في طلب الرزق نفس ما اشتغل بالعلم شيخ ناصر؟ الأسرة ما كانت غنية بمعنى الكلمة. نعم. ولكن كان والده الشيخ ناصر بن محمد رجل مضياف، رجل كريم. نعم. ومعروف في عمان زميله اسمه أبو المكارم، من ناصر محمد قال أبو المكارم. أبو المكارم. أبو المكارم. نعم. والناس ظنوا على أن الشيخ ناصر رجل غني، غني كبير. نعم. لكنه ما عنده إلا ما يسدبوا الحاجة، حاجة الحياة. ومع ذلك ومع ذلك ضرب بمثل الكرم. نعم.